اجتماع طارئ بسبب الجفاف وقرار منتظر يهم المغاربة. الجفاف يحرك الحكومة. في التفاصيل، استنفر خطاب الملك محمد السادس حول كيفية مواجهة ندرة المياه نزار بركة وزير التجهيز والماء لعقد اجتماع طارئ خاص بلجنة قيادة البرنامج الوطني لتزويد المدن الكبرى بالماء الشروب ومياه السقي نهاية الأسبوع بالرباط. وقالت مصادر إن بركة اضطر إلى إجراء تعديل على البرنامج الوطني للتزود بالماء ومياه السقي بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية واستمرار ظاهرة توحل السدود بما يقارب 40 سدا من أصل 140 سدا كبيرا، ولا تتطلب ميزانية جديدة لتنظيفها قد تساوي كلفة بناء سدود جديدة، إذ يضيع المغرب في أزيد من مليار متر مكعب سنويا بسبب التوحل واستنزاف مليار متر مكعب إضافي من المياه الصالحة للشرب في سقي المساحات الخضراء، فيما تكلف عملية نقل مياه عبر قنوات من أماكن الوفرة إلى الأماكن التي تعرف شحا 15 مليار درهم.